السلام عليكم. زي ما احنا شايفين كده في العنوان، النهارده هنعمل 3 افكار من حاجات قديمه وكمان بنرميها. هنعمل فوانيس حلوه جدا وشكلها مختلف. اول فكره هستخدم فيها كوبايه عصير، كوبايه شفافه او حتى لو كانت ملونه مفيش مشكله. هستخدم كمان طبق بلاستيك اللي هو الاطباق الشفافه. انا بس عايزه اخد كده جزء منه، فهشيل الجزء اللي هو بتاع الغطا بتاع العلبه دي، وكمان هشيل الجزء اللي من تحت بفصله كده بقصه، وهبتدي اخد الجزء اللي في النص ده، الجزء المربع ده هبتدي افرغه. عايزه الجزء اللي من تحت ده يكون مفتوح، هشيل الجزء ده كده بقطر او بمقص سكينه، اي حاجه بس تكون سهله بالنسبه لي. كده فرغت الجزء ده، وبعد كده هبتدي استخدم ستيكر، ستيكر عادي قديم، وهبتدي ارسم عليه شكل هلال على الظهر، تمام، بشكل بسيط كده. وكمان هعمل شكل النجمه معاكم بالراحه اهو بخطوات بسيطه عشان تبقى سهله معاكم. هبتدي بقى افرغ من النجمه والهلال ديت اكتر من واحده بالشكل ده. كده عملت شويه من الهلال وشويه كمان من النجمه. هبتدي دلوقتي اشيل طبعا الظهر بتاع الاستيكر وهثبته على الكوبايه. عملت احجام بقى مختلفه، وهبتدي اثبت كده هلال وقصاده نجمه على الكوبايه كلها وكمان على الغطا بالشكل ده. كده وزعت من الهلال والنجمه، وكمان عملت فتحه في الكوبايه بتاعه العصير. هبتدي بقى اثبت كمان الجزء اللي احنا عملنا فيه الفتحه اللي هو العلبه اللي احنا استخدمناها، اثبتها مع الكوبايه. احط كمية شمع كده كويسة هتثبت بسهولة. وطبعا عندي الغطاء اهو بالشكل ده، استخدم بعد كده اسبراي، استخدم اللون الفضي وهرشه. هتاخد شوية لحد ما تنشف، وبعد كده هشيل بقى الستيكر اللي احنا حطيناه اللي هو شكل الهلال وكمان شكل النجمة، تمام، من على العلبة كلها. هنلاقي بس فيه رطوش كده خفيفة وصلت جوه الأشكال، بس مش مشكلة برضه هيبقى شكلها حلو. هستخدم بعد كده قطعة من الفرو الصغيرة، وهجيب الإبرة والخيط نفس اللون، وهبتدي أعمل كده زي خياطة أو سراجة كده على ما فيش، تمام. الجزء اللي أنا خدته ده عايزة أعمله كده بشكل كشكشة، وبرضه هبتدي أثبت الجزء اللي أنا عملته ده على العلبة أو الجزء اللي احنا حطيناه من تحت بالشكل ده. هبتدي بقى أظبط شكله عشان هيدي معايا شكل حلو لما نبقى مكشكشينه، يعني عما نبقى مثبتاه كده مرة واحدة. بحط كمية شمع على البلاستيك، البلاستيك ده تقيل شوية يعني بيستحمل الشمع، فما فيش مشكلة. خلاص بالشكل ده كده حطيت الجزء ده، وكمان هستخدم اللولي، وده بيبقى عقد كده بشكله وفيه منه ألوان كتيرة. هبتدي أثبت كده الخيط فيه الأول، وبعد كده ببتدي ألفه حوالين العين. وكمان حطيت منه فوق الجزء اللي انا عملته من الفرو ده، وحطيت من الفرو على الغطا وكمان من اللولي ده. هبتدي بقى استخدم قطعة صغيرة كده من اللولي، وهبتدي اثبتها في العلبة من جوه، هي بتبقى فيها خيط. هثبت الخيط دوت من جوه الغطا بتاع العلبة نفسه، بثبت الخيط نفسه على ظهر العلبة، وبعدي اللولي، تمام، بثبته من الناحية التانية خلاص عشان يكونوا قصاد بعض بالشكل ده. وطريقته بسيطة وسهلة جدا، والخامات اللي بنستخدمها خامات بسيطة، وبرضه ممكن نستخدم بدل اللولي ده لو انت مش عايزة نستخدم مكانه الفوم. بالشكل ده كده نكون عملنا فانوس بطريقة سهلة جدا، وكل اللي استخدمناه حاجات بلاستيك، كوباية بلاستيك وعلبة بلاستيك. بعد كده هنستخدم بقى المجسم، مجسم الصوت والضوء، استخدمناه مع بعض في الفوانيس اللي عملناها قبل كده كتير. ده طبعا بيبقى موجود في محلات الأدوات الكهربائية. دخلت اللونات بتاعة المجسم من جوه العلبة، وطبعا بعد كده ثبته من تحت وهبتدي اشغله. طبعا بيدي اضاءة حلوة جدا. البديل بتاعه ممكن نستخدم اللي هي الشمعة الالكترونية، وبرضه تقدري تثبتيها بالشمع في العلبة من تحت. فكرتها سهلة وبسيطة جدا. وبكده نكون عملنا فانوس بتكلفة بسيطة، وقلت لكم على بدائل كتير للحاجات اللي احنا بنستخدمها. استخدمي المتاح بالنسبة لك، المهم ان انت تفرحي الولاد، مش شرط تستني ان انت تشتري. في ناس كتير بتشتري على فكرة، كمان بتعمل بايديها الفوانيس وزينة رمضان، وكمان عشان خاطر نفرح ولادنا. كل سنة وانتم طيبين. لو انتم مش عارفين اي حاجة من الحاجات اللي احنا استخدمناها وحابين تعرفوا البدايل بتاعتها او تلاقوها فين، اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله. كمان شوفوا الفوانيس اللي عملناها قبل كده، فوانيس بشكل مختلف وكمان كلها بتكلفة بسيطة.
التانية هستخدم فيها علبة الكحول بعد ما بتخلص بقى ونضفها كويس جدا، هشيل الاستيكر اللي عليها. لو انت عندك علبة شبيهة بدي، الفكرة دي حلوة جدا. هبتدي استخدم بقى غطا بالشكل ده، يستحسن لو الغطا يكون كبير، يعني يكون لي رسمة كده وكبير من تحت، هيبقى احسن. هستخدم بعد كده حبل الغسيل، وده حبل بيبقى موجود في محلات الادوات المنزلية، بيبقى ليه الوان كده واشكال حلوة جدا، يعني بيبقى متداخل كده اكتر من لون، يعني ساعات بيبقى لونين او ثلاثة. هنستخدمه دلوقتي وهنبتدي نثبته. لفيت الحبل بالشكل ده على العلبة بس مش كلها، سبت حوالي كده ربع العلبة من فوق زي ما هو كده ابيض شفاف، عايزاه يكون بالشكل ده. هبتدي ارجع تاني الف من الحبل ده على الجزء اللي من تحت بتاع الغطاء، بلف اكتر من مرة كده، عايزين الجزء اللي من تحت ده يكون عريض شوية. تمام، هبتدي كده اكمل برضو بنفس الطريقة لحد الاخر، بثبت بس اول سطر كده من الحبل ده عشان يثبت معايا كويس، وبعد كده بتلفيه بمنتهى السهولة. هيكون الجزء اللي من تحت بالشكل ده كده عريض، هبتدي اخد جزء من الحبل ده وهعمل زي يد للجزء اللي من فوق، بثبته كده على الغطاء من الجنبين. تمام، وبعد كده هبتدي بقى الف على الجزء بتاع الغطاء ده برده من نفس الحبل ده. صدقوني الشكل النهائي بتاع الفانوس ده هيبقى حلو جدا، وطبعا فكرته حلوة وعملي جدا لان هو معمول من البلاستيك. لفت برضو الغطا كله، هبتدي بقى اشيل الجزء اللي من جوه ده، الجزء اللي هو بتاع البخاخ هشيله، هقصه عادي بالمقص ده، احنا مش محتاجينه خلاص. كده بقى شكل الفانوس واضح معانا. هستخدم دلوقتي الفوم وهعمل اشكال كده من الفوم، ممكن نعمل فوانيس صغيره، ممكن نعمل نجوم هلال، وهبتدي اثبتهم كده على الجزء اللي فاضي اللي احنا ما عملناش فيه من الحبل. يكون ده شكله النهائي، شكله حلو جدا وبسيط. طبعا ممكن نستخدم عندك اي خيط بواقي خيط صوف تقدري تستخدميها، وخلي كده جزء من الازازه يكون باين معاكي. ممكن برضو نستخدم جواها من الشمعه الالكترونيه دي، بس هنعمل فتحه كده مكان الشمعه ونقدر نثبتها فيها برضو. الفكرة الثالثة هستخدم فيها برضو حاجة بنرميها، لمبة سهاري كانت محروقة، وابتدي اعمل منها فكرة حلوة جدا برضو للفانوس. هبتدي اخد كده جزء من الفوم وهثبت الطرف على الطرف بمسدس الشمع. تمام، اتأكد ان هي مسكت كويس جدا، وبعد كده هستخدم بقى المقص وهعمل زي شرط كده رفيعة، بس مش هوصل للآخر. تمام، لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. هجيب بقى اللمبة، شايفين الجزء اللي هو الازاز ده، هبتدي اثبت عليه الجزء اللي انا عملته. تمام، الناحية اللي هي اللي مقفولة بثبتها على الجزء الازاز ده. تمام، هتبقى بالشكل ده. بعد كده قطعة من الفوم، المقاسات على فكرة هتختلف على حسب حجم اللمبة، انا باخد بس المقاس وكمان بزود شوية. هبتدي اخد كده قطعة من الفوم وهتنيها نصين، مش هقفلها بالشمع، هسيبها زي ما هي، وبرده هنعمل نفس الخطوة اللي احنا عملناها في الجزء الاولاني من الفوم، هعمل زي شرط كده ومش هوصل للاخر. تمام، وبرده بوصل لحد المقاس اللي انا عايزاه، بقيس على حجم اللمبة، وبعد كده ببتدي برضو ازود شوية عشان الحاجة تطلع معي مظبوط وشكلها حلو. تمام، هيكون شكلها كده. هبتدي بقى اخد الجزء اللي هو الحديد اللي هو في اللمبة ده، احط عليه شمع من تحت، وكمان هخلي الوش بتاع الفوم هو اللي هثبته على الشمع اللي انا بحطه على اللمبة، راحة خالص، وهبتدي الفه. تمام، هيتثبت معايا بمنتهى السهولة. هرفع الفوم لفوق عشان يسهل معايا ان انا الف باقي قطعة الفوم، هيطلع برضو عندي زيادات، مش مشكلة، الزيادات لما تبقى موجودة احسن ما يبقى الحاجة اقل. خلاص، هبتدي بقى اشيل الزيادات واثبت الفوم كله مع بعض. تمام، بالشكل ده كده قفلت الجزء كله كده من الجنب، وبعد كده هبتدي استخدم ميدالية قديمة وهبتدي اثبت الجزء الحديد اللي بيكون في الميدالية ده على الجزء بتاع اللمبة من فوق، وبقفل عليها كمان من الفوم من فوق، بثبت ايدي شوية لحد ما تمسك معايا كويس. وهستخدم كمان قطعة فوم بلون مختلف وكمان يكون لايق مع اللون اللي احنا عاملينه. هستخدم هنا الفوم الابيض وهبتدي اثبت كده حوالين الجزء اللي من فوق، وهعمل كمان دايرة صغيرة وهبتدي اثبتها على الفانوس من فوق. تمام، بثبتها بالشمع كويس، وبعدي كمان منها العلاقة لو انا عايزة، اشيل الزيادات بقى كلها اللي موجودة عندي من الفوم. وهستخدم كمان اللولي النص وهبتدي اثبت واحدة كده في نص الفانوس من فوق، وبالشكل ده نكون عملنا ميدالية بشكل حلو جدا من لمبة قديمة.
ودي كده كانت افكار النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اكتبوا لي طبعا في التعليقات اي فانوس حبيتوه وعجبكم اكتر في الثلاث فوانيس اللي شفناها مع بعض، وكمان استنوا افكار تانية كتير هنعملها مع بعض. السلام عليكم.